دلوقتي هيكون معانا من خلال التليفون الناشر الأستاذ محمد جمال، وهو مؤسس أول منصة نشر شخصي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. يا ريت حضرتك تكلمنا عن منصة النشر اللي طبعا عند حضرتك، وعاوزين نعرف منك أكتر، هل ممكن النشر الإلكتروني يكون بيطغى على النشر الورقي؟ مستحيل، يعني بلا شك ان لازال طبعا لازال في مصر وفي العالم العربي الكتاب الورقي المطبوع ليه رونقه، ليه جمهوره، ليه معارضه. انت تعرفي حضرتك ان حاجه زي معرض القاهره الدولي للكتاب بيزوره سنويا من 5 ل 6 مليون زائر مصري بيتطلعوا بشغف جدا للكتاب الورقي. فمهما بلغ طبعا سوق الكتاب الالكتروني بيكبر، عشان كده هنتكلم عن النشر الشخصي دلوقتي او النشر الذاتي، لكنه لا يزال يمكن 2% او 3% من حجم سوق النشر الورقي. احنا عندنا سوق النشر الورقي في العالم العربي حجمه 2 مليار دولار، في كميه استثمارات غير عاديه رايحه للكتاب المطبوع لسه، رايحه للنشر الورقي لسه. اما بالنسبه لمنصات النشر الشخصي فهي منصات بتساعد الشباب على النشر بتكلفة قليلة، وخصوصا النشر الإلكتروني. عارفة حضرتك زي يوتيوب كده، أي حد يقدر يرفع فيديو بالزبط. وأي مستهلك أي مستهلك محتوى أو مشاهد محتوى يقدر يشوفه من غير استوديوهات ومن غير تعقيدات إلى آخره. فالنشر الشخصي بيعمل نفس الموضوع. صحيح. إن أنا ككاتب بالظبط، ككاتب لسه ناشئ مش معروف، ما نشرتش قبل كده، ما اخدتش جوائز، ما عنديش فولورز كبيره يغروا دور النشر الكبير ان هم ينشروا لي، لا بستخدم النشر الشخصي او المنصات ديت، بدخل عليها بعمل اكونت برفع الكتاب بتاعي، الكتاب هيبقى متاح لاي حد في اي حته في العالم ان هو يقدر يشتريه ويقراه، او ممكن اتيحه بشكل مجاني لغايه ما اعمل لنفسي اسمه وبعد كده انشر بفلوس. فدي فكره منصات النشر الشخصي، ويمكن احنا كنا اول حد نبداها في 2015 في العالم العربي. جميل. ازاي نقدر نخلي انه النشر الورقي كمان يتطور، وازاي نقدر نسهل على الناشر وعلى القارئ الحصول على الكتاب او على المعلومه اللي هو عايزها من خلال الكتاب اللي بيدور عليه، ونسهل ده على الناشر وعلى القارئ من وجهه نظر حضرتك؟ في عوامل كتير جدا يا فندم، او اهمها التكلفه. حضرتك لو رحت اي مكتبه دلوقتي هتلاقي متوسط سعر الروايه او الكتاب ما بين 200 جنيه و300 جنيه. فين النسخ الشعبيه لو تفتكري حضرتك بورق يمكن اقل من الجوده شويه، بس بقدر اوصل الكتاب وبقدر اوصل المحتوى بسعر كويس لطبقات اكبر من جمهور القراء. فين مكافحه حاجه زي القرصنه؟ القرصنه عامله مشكله جدا، تلاقي الكتاب بتاع كاتب مشهور نزل النهارده في المكتبه بعدها بنص ساعه موجود على الرصيف. فمحتاجين نقنن برضو القوانين اللي بتحمي الملكيه الفكريه للكاتب. ايوه. بجانب دوت برضو محتاجين نزق شويه في مساله ان عدد دور النشر يكبر ويتنوع. في بره حضرتك دور نشر هي متخصصه بس لكتب الاطفال، او متخصصه بس للكوميكس وكتب الروايات المصوره للكبار، متخصصه بس لكتب التنميه الذاتيه او السيلف هيلب. صحيح. وعلى فكره احنا عندنا كمان في مصر في بعض دور النشر المتخصصه في 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 مجالات معينه. ده حقيقي، بس احنا محتاجين اكتر. احنا عايزين اكتر. سوق 300 مليون واحد بيقرا لغه عربيه في العالم العربي. لا ده احنا محتاجين نطلع معارض، ومحتاجين نفتح مكتبات، ومحتاجين منصات للنشر اكتر، ومنصات الكترونيه. لان انا مثلا بيجي لي يا فندم في معرض الكتاب ناس من حتت بعيده، من العريش، من اسوان، من مناطق بعيده. عارفه حضرتك منصات مشاهده الافلام والاغاني دلوقتي ناجحه جدا لانها بسبسكريبشن صغير او باشتراك صغير ب 50 60 جنيه تقدر تشوف كل المسلسلات والافلام والفيديوهات. لازم صحيح. نعمل برضو نفس البيزنس موديل او نفس النموذج في الكتب عشان نشجع الكتاب الالكتروني او الورقي كمان.